تحتدم المنافسة داخل أروقة القوى السياسية في العراق لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ويبدو أنها أشعلت المنافسة على من سيشغل منصب رئيس الوزراء المقبل. بعض الجهات روجت إلى حصول توافق لترشيح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لهذا المنصب، لكن الأخير سارع لإغلاق الباب بوجه الجميع معلنا رفضه للأمر. ترشيح رئيس وزراء مستقل لا يتبع كتلة سياسية، هذا نوع من أنواع الوهم وتضليل. نحن بحاجة إلى رئيس وزراء مدعوم يعني من قبل الكتلة السياسية، أو على الأقل ما يسمى بالكتلة الأكبر، لأن القضية ليست قضية نزاهة وعدالة ومرشح تسوية. إذا ما عنده يعني تغطية في البرلمان راح يعاني، ويعاني كثير. على الجانب الآخر، بدأت المفاوضات بين الأحزاب والكتل السياسية تأخذ منحا لم يكن متوقعا. فائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أعلن أنه الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر، وأنه تمكن من جمع قوى وتحالف أخرى سياسية كالفتح وأجزاء من ائتلاف الناصر. اجتماع مثل اجتماع النجيفي المالكي وسبقه مجموعة التحالف الوطني، المحور الجديد الوطني السني، راح تكون هي الاجتماعات المؤسسة ليس للكتلة الأكبر، هذا خطأ شائع، وإنما لمعادلة السلطة بالكامل. ووفقا لما هو مطروح من معطيات، فإن ائتلاف دولة القانون طرح قضية تشكيل الحكومة الجديدة عن طريق السلال، السلة الشيعية والسنية والكردية، وهي الطريقة التي عمل بها خلال تشكيل الحكومات السابقة. اختلفت التحالفات السياسية في العراق عن السنوات الأربع الماضية، ومع اختلاف هذه التحالفات بدأت الخلافات تنشب ما بين الكتل السياسية، وأوجه العملية السياسية تغيرت، والتنافس اليوم ينحصر ما بين الكتل الشيعية لتشكيل الكتل الأكبر التي من خلالها يمكن تسمية رئيس الوزراء المقبل، ومن ثم الذهاب للتحالف مع الكتل السياسية الأخرى. محمد فاضل، الغد، بغداد.